هاتفيا ينضم إلينا الدكتور إبراهيم رمضان، أستاذ هندسة النقل والمرور. بعد التحية لك دكتور، إذن الرئيس افتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر. هذا المؤتمر طبعا يعقد تحت رعايته، شارك أيضا الرئيس في المائدة المستديرة مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، ويعني هناك تطلع للتعاون مع هذه الشركات ومع القطاع الخاص المصري أيضا لنقل التكنولوجيا واللوجستيات الحديثة إلى مصر. كيف رأيت هذا المؤتمر تحت رعاية الرئيس أولا؟ أهلا بك فندم، أهلا وسهلا. طبعا بعد ما ده الخطوة الطبيعية، بعد ما الحمد لله بقى عندنا بنية أساسية كويسة جدا نستفيد من هذه البنية الأساسية الاستفادة القصوى، إن احنا نشغلها بحد الأقصى ليها. أحد أهم أسباب الاستفادة من نظام النقل اللي احنا عملناه الجيد اللي موجود دلوقتي، ان انا استخدم تطبيق التكنولوجيا في انظمه النقل اللي موجوده لها من شبكه طرق وشبكه مواني ومطارات ونقل نهري ونقل بحري، كله كل البنيه الاساسيه اللي احنا عملناها لو قدرنا ندخل التكنولوجيا الحديثه ونطبقها في النقل المختلفه ده، دي هيكون لها دور كبير جدا في تعظيم الاستفاده منها. وجود مجموعه من الشركات الموجوده بالحجم ده بالسكيل ده بمختلف الجنسيات اللي موجوده في مكان متجمعه مع بعض، ده هيسمح لنا بحاجات كتير جدا. هيسمح لنا ان احنا نعرف التكنولوجيا وصلت فين في مجال انظمه النقل الذكيه، التكنولوجيا وصلت فين، مين افضل ناس بينتجوا التكنولوجيا في كل مكان، ايه اسعار التكنولوجيا اللي موجوده، ازاي اعيد كل منتج واطبقه فين، مطلوب سعر ايه، ازاي هيبقى عندي القدره في المستقبل ان انا اخطط في المستقبل ان انا انقل هذه الخبرات وهذه التكنولوجيات لابناء اللي موجودين في مصر، بحيث ان انا بدل ما انقل التكنولوجيا كلها اللي موجوده ابقى يبقى عندي امل وتطلع في المستقبل ان انا اقدر اعمل انا جزء من التكنولوجيا دي، ولماذا ما اقدرش اعملها كلها في المستقبل، ويبقى عندي الطموح ان انا في نفس وقت من الاوقات ان انا اعمل تكنولوجيا زي دي واعمل احسن منها ان شاء الله. يعني الفكره ان احنا نبتدي من يعني عند ان انتهى الاخرون. بالظبط. يعني اخد خبراتهم، اتعلم منهم، وابتدي ابني عليهم واعمل التكنولوجيا بتاعتي. ده مش هيجي غير لما اجيب شركات زي كده عندها الخبرات، عندها الامكانيات، عندها البحث العلمي كويس جدا. ايوه. اتعلم منهم بعد كده اتطور على الشغل اللي هم عملوه. الحقيقة أنه يعني أيضا رؤساء الشركات أشادوا كثيرا بما يحدث في مصر الآن دكتور إبراهيم، يعني قالوا أنه مصر أصبحت نموذج قصة نجاح يحتذى بها، وأكدوا اهتمامهم بالعمل في مصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل. طبعا احنا عندنا زي ما بدأ المحاكمة، عندنا نظام نقل حصل فيه طفرة كبيرة جدا ما كانش يتوقعها، يعني طفرة كبيرة اللي حصلت في نظام النقل بشكل عام من شبكة الطرق، تطور رهيب، يعني تطورت أضعاف المعدلات الموجودة من مواني، من مطارات، فبقى عندنا نظام نقل جيد. فطبيعي إن هما لازم يبقوا حابين لما يشوفوا التجربة دي يبقوا حابين يتعاملوا مع دولة جدية في إن هي تطور نظام النقل عندها، يعني أيوه. إن شاء الله فتحت خير علينا كمصر يعني إن شاء الله. صحيح طبعا، ويعني عنوان المؤتمر أيضا يتضمن التحول إلى النقل الأخضر، هذا الموضوع أيضا تهتم به الدولة المصرية والقيادة السياسية. طبعا النقل الأخضر الجرين ترانسبورتيشن من الحاجات اللي العالم كله يتجه ليها، وإحنا اتجهنا ليها فعلا، بدأنا نتجه ليها من تطبيق أنظمة النقل الذكية، من تطبيق أنظمة النقل الغير مؤثرة للبيئة زي شبكات النت اللي احنا بنعملها، زي الحافلات الكهربائيه، زي الحافلات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي، دي كلها انظمه نقل بتساعد جدا في ان احنا يكون عندنا جرين ترانسبورتيشن او نظام نقل يعني داعم للبيئه، ونظام نقل بيساعد او بيحسن. احنا بدانا فعليا يعني قدمنا خطوات جيده في مصر في المجال ده، هيئه النقل العام بشكل جيد، هيئه الحفاظ شغاله بشكل جيد، فئات اخرى كثيره شغاله بشكل جيد في المجال ده، وان شاء الله من خلال المؤتمر نقدر نعمل يعني اتفاقيات ونقدر نعمل علاقات مع
في هذا المجال يحقق لنا الموضوع اكثر بشكل جيد في المستقبل ان شاء الله. يعني ما فيش شك ايضا انه احدى روافد النقل هي السكه الحديد، يعني الرئيس استمع ايضا لشرح حول ما يجري الان في السكه الحديد من تطوير، حيتم التعاقد على توريد 1300 عربه وصل منها 500 حتى الان، حيتم ايضا يعني انه يكون كل العربات يعني بحلول عام 2021 في نهايته، يعني هتكون يا اما جديده يا اما مجدده، ايضا اهتمام بالغ بالسكه الحديد وتطويرها. طبعا احنا عندنا احنا ثاني اقدر شبكه سكه حديد في العالم، احنا عندنا تغطيه الاف الكثيره موجوده في مصر. شبكه السكه الحديد عانت من الاهمال فترات طويله جدا وعانت من التطوير فترات طويله جدا، خلت تراكم المشاكل اللي موجوده فيها كان كتير قوي، من تهالك العربات، تهالك نظام الكنترول بتاع الاشارات اللي موجوده، تهالك المحطات، تهالك القطارات. فيعني من الاهمال اللي تراكم على السنين المختلفه على مدار السنين المختلفه جعل من الضروره التطوير، والتطوير يبقى تبني دوله، تبني دوله كامله علشان تعملها. فان شاء الله يعني هيكون يعني نقله كبيره في مجال السكه الحديد في الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معنا هاتفيا الدكتور ابراهيم رمضان استاذ هندسه النقل والمرور، شكرا لك.